عشان كده بقول الأهلي قوته في مبادئه، الأهلي قوته في مبادئه محافظة عليها، قلنا تاريخ مبادئ تطوير. النهارده بتكلم عن مبادئ، اللي أنا بقوله ده هو ده المبادئ اللي إحنا اتعلمناها. كل واحد ينسى ذاته، في ناس كانت ممكن تزين، في ناس قاعدين قدام حضراتكم هنا تزين مجلس إدارة النادي الأهلي، مش عايز أذكر أسماء، بس برضه لما حسوا بالرؤية وبالفكر والشباب كلهم خدوا جنب ويساعدوا من بره، وده اللي أنا لمسته في أكتر من واحد قاعد في وسط حضراتكم النهارده، هو ده برضه النادي الأهلي، فدي مبادئ النادي الأهلي. أجي بقى أنا عندي عتاب حقيقة، والعتاب لا شك أي انتخابات، وده شيء طبيعي، ناس مؤيدة وناس معارضة، ناس مؤيدة للمجلس ده وناس معارضة للمجلس ده، ده طبيعي. ولكن احنا كلنا أهلي، كلنا النادي الأهلي، ما ينفعش يصل اللي أنا بشوفه دلوقتي وبسمع بعض الحاجات كده. أنا الحقيقة مش من النوع اللي متداخل قوي في الموضوع ده، بس في رصد بيجيلي كل كلمة بتتقال، في رصد بيجيلي عنها، لكن مش النادي الأهلي ولا مبادئ النادي الأهلي إن الناس المحبين أو المختلفين أو المؤيدين يبقى في تشاحم بينهم. يا جماعة النادي الأهلي ده كبير جدا، فأنا بطلب منهم كلهم، زي ما رفضنا برضو قبل الانتخابات أي تجاوزات، وده أنا قلته وقلته قدام حضراتكم وقلته في أي لقاء أنا عملته. النهاردة برفض تاني أي مشاحنات تقسم أو يبقى في جزء متقسم، لا لازم الجزء ده يخش جوانا، ونحن فعلا لازم نستوعبه، لأن يا جماعة النادي الأهلي يعني كلنا من أمة واحدة، واحدة هو ده النادي الأهلي، مجموعة واحدة هو ده النادي الأهلي. وعشان كده مؤيدين مختلفين متضايقين كارهين، وده كلمة ما بحبش أقولها، لكن كمان لازم أقولها، ده معادها لازم يتقال، لأن أنا مش هطلع لكم كل يوم، أنا هطلع كل فين وفين عشان أتكلم مع حضراتكم. حتى لو كل اللي أنا معناه قلت عليها دي، كلنا هنبني الأهلي لو ضميرنا صح وناس ضميرها مظبوط، كلهم هيشاركوا في بناء النادي الأهلي، إحنا هنبني كلنا إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله. هو ده يمكن بيؤكد إن الأهلي فوق الجميع، وبيؤكد شعارنا اللي هو تاريخ مبادئ تطوير.